في عدد من الدعاقة تبع قبل بعض السادة المحامين في الليل الأخير ومضمون هذه الدعاوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار الدعوة من الجمعية العمومية لنقابة المحامين نسمح لإنعقادها غدا إن شاء الله 25/11. المحكمة تعرضت السبع دعاوى وكيفتهم على أنهم قرار واحد وتصدت لكل الأسباب التي عرضها السادة المدعين وانتهت لأن هذه الأسباب ليس لها أساس من القانون وإن قرار الدعوة الجمعية قرار مشروع وقائم على سنده التأسيس على أن رقابة المحكمة على مشروعية قرار الدعوة العقد جمعية عمومية عادية قامت على قرار من ناحية صدوره نشوفه من ناحية صدوره جهة الاختصاص الشكل الإجراءات النشر الإعلان كافة الأعمال الإجرائية المتصلة بنشر الميزانية وانتهينا إلى القرار المشروع ده. جزئية فقط هي اللي استوقفت المحكمة هي كيفية التصويت داخل الجماعة العمومية اللي هو التصويت جملة واحدة على بنود جدول الأعمال وهذا بيتناقض مع مبدأ الديمقراطية وحرية التعبير فوقف التنفيذ هينصب فقط على كيفية التصويت يبقى الدعوة للجماعة العمومية قائمة وغدا إن شاء الله غاية ما هناك أن التصويت يكون على بند من جدول الأعمال نصحح يعني معليك أو ليس على جملة نصحح معليك إحنا بقى ده مسألة إجرائية عندنا وليس على جملة واحدة تمام يا ريس فقرار الدعوة قائم ومشروع تمام يا ريس وحكمت المحكمة بقبول الدعوة شكلا تمام والشق العادل وقف تنفيذ قرار الدعوة فيما تضمنه من إجراء التصويت على مشروع القرار محل جدول الأعمال إجمالا ويتم تفصيلا وليس اجمالا على نحو موضح تماما بالاسباب ورفض ما عدا ذلك تنفيذ الحكم والسيادات وبدون اعلان شكرا يا ريس.